مرلبات وحن قد يجيا شركة قد يجيا أو فلان تلينا يا إتاي كران إلهي كهيا دباته إن كفوا جادان علاد يجي دو دجال دح مرة يجي دول دا سومالان إن كفوا جادان دجال بطلان يا سومالان دعاء أو دشوا ذكر دعاء إن كفوا جادان دجال در يا ضارات كدعاء أما در يا إير كدعاء الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد في الصومالي لا يمر كوهر يسوى حوكاد لحالتك تاج مجال ذي الأسعانوط وحنو الشيخ وكاد لي تتنظر يسدي لو جوهر تجي لها وحيابها كتلان كرا الشيخ وحو سدو كلي اسم ذي يتراد تدكو الشيرا يمجال ذي الأسعانوط يحرون تكوبر كسور وباقي ما المهم وحتاجا بوق يقيرو يتاجا وقبل الله كونفريت الأسعانوط عريرتيسا فيركاسي ودغو بوقوين باكا كتاغن وحتر صدانو حتى حكومة دي باكا قروضي وحي ترسانيان شعبي ونغو كقرابي وحي ترسانيانو حكومة دي نغوي قروضي او وحي تير وحي بنتينا أنا قوية وحي داوعنا أنا قوية وحوالبانا أنا قوية وحوالا هذا اللوان أقول لنا هبي حكومة دي محايدتي هذا نضاك حكومة قد عنا وحي أموقتي شعبي هل كادقنا وحي أموقتي inay tashadaan oo isku yimaadaan lagu ma diidin taana lagu ma diidin waa run tashada la yiro shacabigeedana waa maxay hayday een waa u fadhiya maanta kamid baanay dadka soo dhaweeyay umadbada way soo dhaweeyay tashigoode dadka soo dhaweeyay anaga shakhsigeega ah waan tarxiidinaya oo waan soo een waan soo dhaweeyaya waxa een mu'tamarkaana waxa la filaya inuu ka soo baxo wax khayr leh oo ka soo baxo umada khayr leh oo uga soo baxo amnigu uu ku jiro استقرارك أو كو جرو إنه كصوب حو أيوم بعض في ليه وح في نظ كما في لينا إن إله سبحانه وتعالى في نظ هك أيه إن في نظ كصوب حلو كما في لينا أنا أقول لبعضكم حكوا ترين يا أم كسر الجيدين يا كو هل كان جوجا قال يا شو كجرا أما جوست ذا هذا أما وكيل ذا هذا أما وزير ذا هذا أما قاسم يا شا هذا أما مدير ذا هذا ما ملاحظ في هذا ما ملاحظ بيشا كسو جيراي يغ نفتو دينا كو بيران تلدا كلا قيب غلا كو ديبد كا يمد وا يمانيان كو جوغانا ان يغ نفتو دنا اي كا قيب غلا او شعبغاس اي وخصو ادي اوديودو دي غرادود اي كو باقين وي في عنت يلو مركز ان لا الهاليا اي تهي رغا سلاادينتا اي غرادود ان الهاليان اي تهي مغا اي شرف كا اي الهاليان او كلبا مخما لي عف عف خن نبدنا وكا كخيا عرادنا وخبا كما تلالي حديث الاسراء وخا كجيري النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحيا به الله صبان دقي هبينكي ليلة الاسره وحكمدها او جبريل اتصي سلا انه في ديوغ انو داوانا او قال ان الله اتصي وحكمدها جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يخرج فجعل الثور يرجع اليه فلا يستطيع وحال اتصي قد ير او يرى دوبان ودبي وين وكسو بودي ودبي وين اتكون نقطي او يري وهدنا اكون نقطي واي قال رسول الله ما هذا يا جبريل خل يقول لك جبريل خل يقول ركاسيل واخ ويان بول هذا الرجل العظيم وانك وين اي كلمته اي كسوبخد خني اي كل كدمه كو على عليه سيدا وان يوم حق كلمته كو جيي الى سيدا ديرات بورت اوديال مير كاست اي جوغان با ان اسكا الىاليان ويان كلمته فوشخون اي اخون احماتي كينيسا ان اسكا الىاليان وي شعبي هلكا دغن لاس عانو دغن ام waxa kulka een jirta jiida imka dhibaatadaasi ay ka taagan tahay dawladdu runtii way ogolaatay in mu'tamarka yeeshaan oo ay ogolaatay een dadka oo dhan la soo wada dhaweeyo dad umadteedii ka tashanaysa waa la soo een waa la soo dhaweeyay oo ciidka xun anagu ma maqal oo maxay shirka qabsanayna ciidka xun le ma aanan een ma aanan maqal iyagana waxa haboon in yacni ilaaliyaan nidaamkooda ay ilaaliyaan dhaqankooda suuban ay ilaaliyaan فترة عايز كايل عليان تذكر أنتوا وقتي حروبها وكلا وحيابها فساد كوي صور لحق على خمر ده صور بدن كرت حشيش ده صور بدن كرت وكل كانوا نظام مش سجلين أنت هانا أيه ونا إيس إل عليان إيس دوران إل عليان مد كودة عيل شدان وح مش كل جرا إن وي وحندي بقول نقول يا أن لا هاي أن ترى هني يقول بس هو جديد يعني مؤتمر كودة سئل مؤتمر خير النقد مؤتمر على ذيك الصور بحذين عن النقدين كيركا وحيجا إيش هذا ilaa bay igu ogo anigu kuma ogi wax calool xumo ay reerka u hayaan marnaba kama aan maqal dadka waxa la arkaa reerka meel kasta joogan si gaar ah u tixgeliyaan waxaan odayay inaan waranaga iyagaa nooga runtiin baan ila iyagaa nooga runtiin ayaan ilaana
markaas raga koodi wax garadkii wax ilaahda deeyli ku wadna raga dagaalantay oo dagaal baad nagu qaaday oo dawladdiiba mararka qaar kood wad naga darnayday iyagu wali go'd baxbad nagu markiin bayil xabad nagu markiin bayil waa runtii dawladdii siyaad barab qadkeedi aynu inagu la dagaalamaynay xarakadii SNM aynu la dagaalamaynay mararka qaar koodna dawladdaba aynu ku horeynay ee aynu lahayn dhulkayaga dhaha soo gelina meelina ku ekaad anagaana soo gelina oo dawladda aan garab galay iyagu wax dawladda ay u yeesheen xarakada SNM waxay u yeesheen oo dhibaato ah intii dawladdu ay ku jirtay uma ayna yeelin kolkaasi oran jireen kolka mudcaysku u tagnay idinku waad nala dagaalantay anagu miyaad iyagu miyaad laba dagaalameen waxba nima dhex yaalaan waxaana nooga muuqatay xataa shirka burco kolfi la galay ayaga ayaa naga facfacroona anaga oo soomaalinimada iyagaa nagaga adkaa shacbiga lascaanood baa nagaga horreeyey waxay raggii ka yimid qiimahda SRC-da raggiiyaa joogay salaadiintiibaa joogtay garaadadiibaa ayaa joogtay beel ka maqnayd haba yaraatay ma jirin arrintaa maxaan u leahay dadka qaarkiibaa yidhaha maba aanaan ogeyno waa lana qabsadno ciidanubaa lana qabsadaba annaga lana soo galay SNM soo qabsatay soo gashay oo aanu dhahna dharihiin way naga qaateen aanu nidhahnaa iyo macwiisihiin naga qaateen aanu nidhahnaa iyaga lamaba soo gelin ba cidiba ma soo gelin ba nabad iyo caan unbay ku ahayd shirkii sheekh kadaalik waa la wada joogay meesha ugu xoog badan bay ka mid ahaayeen dadka heshiisiinaysa shirkii boodama ayay maasha allah way naga xoog badnaayeen annaga way naga xoog badnaayeen waa nagaga cadadkaayeen dowladnimadii koonfurii la dhisayna qaybtooda way ka qaatay anuguna dadka oo dhan wuxuu arkayay dowladda soomaaliland waa la wada lahaa gobollada si unbaa loo wada dhisay 10 sannadooda u dambeysay reer gobolka laascaanood dowladdu aada bay u dhistay wakiilahaa wasiirkii macdanta iyo biyuhu lahaa dowladdii soomaaliyeed iyo dowladdii ingiriisku laba ceel bay qodeen buu yidhi inta soomaaliland aan joognana 3 iyo 4 ceel baan quday buu yidhi waa wasiirka macdanta iyo biyaha oo maadhuwito uka warramayay iyuu sheegayay markaa horta waa laga qayb gal horumarkii gobollada oo dhan waa horumar way gaadheen cid waliba maanta way ogtahay horma siday waa la ogaa waxaa dowladdii hore siyaad barre lagu la odhan jiray aqalka wasaaradda maaliyadda ee dowladdii dhistay oo aqalkiina gubashadiibu raacay intii ka dambe inteeda badanna shacabiga boodama yaa dhisay gobol walbana sidaasuu u dhismay nabadna waa lagu calamaalay nabadna waa lagu ahaa wax dhibaato aana ma jirin adoon ku dheeraanaynin khudbadeeda oon uguba talagelin dheer inaan dheereeya aan ugu talagelin waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga aan kusoo gunaanadayaa reerkaa walaalaheena ee halkaa ku shiraaya waxaan u baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiq waafajin inuu ilaahay waafajiyo oo khilaafan dhexdooda aanu ka dhicinay horta dadku kolka iswaafaqaan xumaani kama soo baxdo haddii ay yidhaahdaan soomaaliland halkeena waanu ku caalamaalay oo meeshii aan ku caalamaalay oo nabad baynu ku helay oo horumar baynu ku gaadhnay oo cahdi baynu galay oo ummaddan baynu cahdi la galay oo burcaynu kula galay oo sheekh baan kula galay oo boora baan kula galay oo madaxdii saraanu ka mid noqonay oo wasiiradii baan ka mid noqonay aan sideen ahaana hadday yidhaahdaan hanian wa haboyin oo soo dhaweynayaan haddii ay yidhaahdaan ayaha iyagaa ka tashanayna ay yidhaahdaan oo walaalaha iyaga buudlan baanu annagu raacaynaa hadday yidhaahdaana iyaga oo xore aanu ku dacnayn maayo haddii ay yidhaahdaan beel weyn oo daraawiishtii abaanu ahaan jirnay beelaha kalan ayaan la mid nahay gooni baanu isku taagannaa hadday yidhaahdaana waxba aanu ku dacnayn maayo waxba ka dambe xaq bay u leeyihin laakiin midu baan ka digay anigu reerkaanu tale aanu soo jeedinaya adoo cabdillahi masha cali jawhara da'deeduna ay tahay maanta 83 da'deeduna ay maanta tahay oon dhayal dhayal u hadlaynin reer laascaanood waxaan leehay qadiyadihiinaasi haddii soomaalilantiina addaysataanna idinka u xor leh oo u xaq leh labada arrimood ee kale haddaad goosataanna waxaan idinkula talinayaa si nabad iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqo aad u gaadhaan iyo waxaad doonaysaa inuu idinku xaqiiqoobo reerkaa reer sheekh isxaaq ee ama habar jecla la yidhaah ama habar yuunis la yidhaah garxajis ama arabka bari la yidhaah arabku hadda moogtiin rubaanta arab baa dhalay arab yaa dhalay faadumo cabdullaahi arab baa dhashay arab sheekh isxaaq awoobuu yahay arab rubaanta saddexdaa reer ee jiidda idinku soo xigaan nabadooda adkeeya oo dhulka iyaga u gaarka ana ha farigelinina waa gardaro dhul iyaga u gaar ah haddaad farigelisaan dhulka ay idinla degan yihiinna ku taxgeliya oo arrinkaba wax ka siiya oon wada degannahay waa kaale nala eeg ilaah haddii aad ku taxgelisa haddii aad ku faragelisaan dhulka iyaga u gaarka ah ay reer shaqaysa u gaar ah haddaad ku faragelisaan waa gardarro cad ka uu idinla degan yahay aad wada degantihiinna haddii aad ka taxgelin weydaanna waa gardarro badh ah gardarrada badhkiina way buuxsantaa baa la yidhi hadduu nin gabadhiisa yidhaha baa layidhi dalqad badhkeed baan ku furay hadduu yidhaha baa la yidhi way iska buuxsantaa baa la yidhi marka waxaan kula talinayaa inay iska daayaan reerka reer sheekh isxaaq gobolladiisa uu gaarka ah aynu waxba ku faragelinin
كو أي وذا دجاننا أنا كو وذا فرجلين كودا أي محي هيدا كو إكادان تدا دولدو بوجو قراطية تشرد الليلي أي إن أي تشردان مرة بعد وحن قد يجيا شركة قد يجيا أو فلان طلنا يا إتاي كران إلهي كهيا دباته إن كفوا جادان علاد يجي دو دجال دحمرة يجي دولدا سومالا دحمرة إن كفوا جادان دجال بطلان يا سومالي لان دعاء أو دشوا ذكر دعاء إن كفوا جادان دجال دير يا ضهرات كدعاء أما دير يا إير كدعاء أو دشوا ذكر دعاء وهاي هذه علاد أي هرتاق ميلو دبضو هرو ميلو كجوكسان يقان لبا يقان عبد الرساق عمر معدوليو تلفشن كسي بي اي بورم واو اسبوع كسو في عيسا حيو متكيشي سماه ما شاء الله صحيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا